صواريخ إيرانية تخترق سماء أربيل وهدوئها في ليلة تنقل سلسلة التجاوزات الإيرانية المستمرة على العراق وإقليم كردستان بالذات إلى مرحلة جديدة من الصراع الحقيقي المؤجل بعد اعتراف وتبني الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال المدينة تحت مزاعم الرد على استهداف واغتيال قيادات إيرانية وأخرى موالية لها واستهداف التجمعات المناهضة لإيران كما تقول. وما أثار استغراب العراقيين أكثر اختراق صواريخ أرض الستة لسيادة العراق، إذ وثق عدد من المواطنين في محافظة البصرة انطلاق رشقة صاروخية ليلة أمس في سماء البصرة بالتزامن مع استهداف أربيل، في حين أكدت مصادر أخرى أكدت أن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أربيل أطلقت من مدينة كرمانشاه الإيرانية. هاي وهذا واحد هذا واحد هاي صواريخ طلعت من البصرة. شوف هذين الصواريخ، هذا خامس واحد. بعد واحد ماكو. ذوالكم وصلت. ذاك الرابع. هذا الرابع. شنو الرابع؟ هاي صواريخ طبعا. سترك رب. باشون شق بالغيب، باشون شق بالغيب. هذا الرابع. محمد صواريخ. أهوال. صواريخ هذا صواريخ. إيه. عاد شو نزل عين 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 عين. حالياً الساعة بيش هسة بالثناعش. لا ربع. لا ربع. يا الله. دخيلك يا الله. دخيلك يا الله. اللهم صل على محمد عين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالياً دور خوين. الساعة بالثناعش. يا الله شو يريد يصير يا الله؟ هاي تسقطها. ثاني والله. شو صواريخ هاي شيء؟ قلت انه صاروخ؟ اه. شو هاي منين جاي تقوم نيران؟ ها؟ والله ما صيبها. شو بقى سريع؟ بس ثلاثة ما قرابة. هذا الرابع. كابلة كارثة. منين جاي؟ احنا سمعنا كل شيء عبر عليه. بس الطيبين. بالي هذا يصعد بالقهم. هذي يجي خامس. أرسلنا أربعة. حاسمي. حاسمي خلص. بعد ما أكل. لا. يا ولد. هيا. يا ولد مع صواريخ من طلقت. موعول يا ولد. هذا الثاني. هذا الثالث يا ولد. ها الثالث يا وليد. باعوله ها صاروخ الثالث. شوفوه. ها صاروخ الثالث. يا رب سترك. وينه هذا الرابع؟ اجى يا وليد. هذا الرابع ها صاروخ الرابع. يومك 15/1/2024 هذا الصاروخ الرابع. تفيد.
المضادات الجوية في إربيل حاولت التصدي للصواريخ الإيرانية الباليستية. سمعت صافرات الإنذار قبل سماع دوي الانفجارات وسط مدينة إربيل، مما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين، وكان من بين الضحايا رجل الأعمال الكردي بيشرو ديزي، حيث تم التأكد من وفاته هو وزوجته. وتعد هذه الهجمة الصاروخية على إربيل مختلفة عن سابقاتها باستخدام صواريخ بعيدة المدى. يا الله يا الله يا الله استر يا الله يا الله يا الله استر يا الله حكومة العراق اعتبرت القصف الإيراني على مدينة إربيل عدوانا على سيادة البلاد وإساءة لمبدأ حسن الجوار وأمن المنطقة. وقالت وزارة الخارجية في بيان على منصة تيليجرام إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان أن الهجوم الإيراني انتهاك صارخ للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، مشيرا إلى أن إيران تستخدم مبررات غير ضرورية لمهاجمة إربيل، في حين كتبت تعليقات وردود أفعال كثيرة على منصات التواصل. اخترنا لكم منها هذه التعليقات المكتوبة. نبدأ من تعليق عبد الله أبو محمد. يقول عبد الله في تعليقه: الصواريخ الإيرانية تصل إلى تل أبيب وتصل إلى كل القواعد الأمريكية في المنطقة، لماذا تضرب وتطلق إلى العراق فقط؟ أعتقد اللعبة واضحة جدا. هناك تعليق آخر من محمود يقول: اللعبة السياسية واضحة بأن أمريكا على دراية مسبقة بهذه اللعبة الإيرانية لتصريف الأنظار وتنفيس الرأي العام الإيراني بوسائل الإعلام المختلفة. هي خصم وعدو كبير لهما، وتحت الطاولة هي عميلة لأجنداتهم. هناك تعليق من علي يقول: إيران حريصة على أن لا تجرح أي جندي أمريكي، لأنه إذا أصيب جندي واحد تعرف شنو الرد، وهاي كلها فقط تخويف للإقليم، وخصوصا أنه كل اللي همه ضد التصرفات الإيرانية في العراق. تعليق من وهاد تقول أو وحيد يقول: العراق مقاطعة إيرانية منذ مقتل صدام، وهي من ضمن المقاطعات الأخرى سوريا لبنان اليمن، حيث تسيطر عليها بشكل غير مباشر بواسطة تنظيماتها الإرهابية التي أنشأتها وزرعتها هناك. تعليق من حميد يقول: إيران تتعارك ويا أمريكا، الطب تقصف العراق، أمريكا تتعارك ويا إيران، طب تقصف العراق، تحس العراق نفس الرجال ومرته، كل ما يتعاركون يكتلون الجهال. وبهالمناسبة تحياتنا للحكومة البطلة. تعليق من حسين يقول: يابا من الأخير هي راح تعلق والعراق راح يأكل ويتورط، وراح تصير حرب ويسقط البلد ويصير تحالف دولي عليه، ونرجع للصفر ويرجع الفرهود والبوق والنهب والقتل، وبيد ربك بعد.